السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم إلى لقاء خاص مجددا. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ المحترم دكتور جميل أكبر، أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية. تخرج الدكتور جميل أكبر من معهد MIT للتقنية، وعمل في التدريس في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام. ترأس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران وفريق تحرير مشروع خادم الحرمين الشريفين، وتحصل على عدة جوائز، منها جائزة الملك فهد للعمارة الإسلامية والجائزة الأولى لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية. تتمحور أعمال ضيفنا الكريم الدكتور جميل أكبر حول العمران الإسلامي والتنمية الاقتصادية، ومقارنة المنظومات المعاصرة بمنظومة الشريعة الحقوقية، وقد أصدر 3 كتب في هذا الإطار: أزمة البيئة العمرانية، حالة المدينة الإسلامية، عمارة الأرض في الإسلام، قص الحق، العقل وحتمية الفساد، بالإضافة إلى كتاب براءة الإسلام من براءة الاختراع. وضيفنا في كتابه قص الحق، العقل وحتمية الفساد يجادل بأن النظم الوضعية ومنها ما أوجدته الديمقراطيات الحديثة ستؤدي بالضرورة إلى تلويث الأرض، وأنه لا خلاص للبشر إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين. ولعل ما يميز الكتاب هو الربط بين الأحكام المختلفة، والتي من خلالها سنتمكن بإذن الله من رؤية ما ستسحب إليه الشريعة إن طبقت. رحبوا معي بضيفنا الأستاذ دكتور جميل أكبر، أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة السلطان محمد فاتح الوقفية. مرحبا فيك دكتور. مرحبا بك، سعداء بوجودك معنا اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم دكتور. هناك العديد من المحاور والنقاط التي تستحق التوقف عندها والتأمل فيها والحديث باستفاضة، لكننا نبدأ مع آية من كتاب الله عز وجل. هذه الآية استوقفتكم طويلا مرارا وتكرارا، وإلى أن أصبحت جملة من هذه الآية عنوانا لكتاب الآن تطبع أو طبعت نسخته الثانية، وهي قول الله عز وجل: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذه الآية التي استوقفتكم أصبحت فيما بعد عنوان لكتاب قص الحق، والذي كان بطبيعة الحال توسعة لكتابات قبله كانت تحت عنوان قص الحق، التخلف والاستخلاف، التي كانت البداية بصمت في ذلك الوقت. حدثنا أكثر عن مضمون هذا الكتاب الذي نتكلم حوله اليوم. طيب، بسم الله. أولا الشكر لكم لهذه الاستضافة. ثانيا يعني توضيح لبعض المشاهدين اللي بيتابعوا قص الحق، أنه في كل حلقة استضاف فيها في مكان ما أشرح الموضوع بزاوية نوعا ما مختلفة، حتى مجموعة هذه الحلقات تكون في ذهن المتابعين لقص الحق تصور أفضل. الآن هذه الحلقة السابعة تقريبا، أو اللقاء السابع، مضت 6 لقاءات. بس عموما أشرح فكرة الكتاب باختصار حتى المتابعين الجدد لهذه القناة يقدروا يتابعوا. الآن هذا المبنى، خلينا نضرب مثال، هو استوديو. في احتمالين: أنه القناة الرافدين تملك هذا المبنى، وفي احتمال لا. في حالة أنها تملك هذا المبنى، على فرض أنه المنطقة هذه أصبحت تجارية مهمة، إذن هي إذا ما تفعل في احتمال تنقل مكان خارج المدينة، لأنه ما تحتاج تكون وسط المدينة، موظفيها معاها والكادر معاها. نعم. الآن لما تنقل تعيد تستثمر هذا المكان، هذا الأرض، لمثل مطاعم، لأن المكان صار مهم. ما الذي يحدث؟ أنتم الموظفين كلكم، أنت عندك أولاد في المدارس توديهم وتجيبهم، لك حق أنك تكون في هذه المنطقة. إيش اللي صار فيك؟ قلت إلى منطقة بعيدة، أنت أضررت، لكن لا تستطيع فعل شيء. الاحتمال الثاني أنه القناة لا تملك هذا المبنى، مالك يملك، وبالتالي يجي يقول للقناة: والله أنا أبغى إيجار أعلى، القناة لا تستطيع مثلا.
تضطر تنقل، في ضرر على القناة كلها وليس فقط على الموظفين. نعم. فشوف اللي صاير هنا ماذا؟ في واحد بيتخذ قرار يعني بيحكم، وفي آخرين بيفقدوا حقوق أو يكسبوا حقوق. إذا صاحب القناة نقل بعيد وأخذ أرض أفضل، موقع أفضل، وسوى مواقع لمواقف السيارات للزوار ما إلى ذلك، ونقل موظفينه، هو بيتحسن وضعه، مقابل أنه هذه الأرض لأنه صارت مع الزمن مهمة وباعها كسب وقدر يسوي حاجة كبيرة. هو كسب كثير من المال من غير ما إيش يعمل مجهود كبير. فشوف هنا في علاقة بين المكسب المادي، بين فقدان حقوق، الحصول على الحقوق بقرار بسيط. واحد حكم قال أنقل ما أنقل. طيب فقط حكم. الآن نأخذ مثال آخر وهو المنتشر، الشركات، الوزارات، هذه كلها ماذا؟ عبارة عن مسؤولين تحتهم مسؤولين تحتهم مسؤولين، هرم مكون من أفراد، كل فرد عنده صلاحيات. الصلاحية هي ماذا؟ أقول لك ماذا تفعل، ما لا تفعل، وإذا ما عجبني أفصلك أو أزيد راتبك، أنزل راتبك. هنا في واحد بيحكم في رأس الهرم وتحته أفراد بيحكموا، أيضا أهرام أصغر أصغر، كل واحد بيستمتع بحقوق بتنزل على رؤوس الآخرين. نعم. إذا نظرنا للمجتمعات بهذا الشكل نجد أنه كل حياتنا هي عبارة عن حقوق. هل يلحق أوقف السيارة مع الموقف برا ولا لا؟ أو هي لي واحد بيشتري قهوة في مكان آخر؟ هي القضية كلها حقوق في حقوق. الآن هذه الحقوق مين وضعها؟ البشر بعقولهم. نعم. مع الشريعة ألا إيش تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما استعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير فصل. الآن في علماء قالوا، فقهاء قالوا إنه من القراءات يقضي الحق، وفي قالوا يقضي بالحق، المهم هي قراءات. اللي لفت نظري إنه وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم، عندما يحكم هو يقص الحق. كيف يقص الحق؟ يعني أتصور إنه الحقوق رقعة كبيرة من القماش، أنا أقصها مثلاً أفصلها عليك بدلة، هذا القص يلائمك كبدلة، لكن هذه البدلة إذا لبسها واحد تاني أرفع وأسمك وأسمن إيش يصير فيه؟ ما يرتاح. نعم. فكل فرد حتى الحياة تستمر في الكرة الأرضية من غير تعاسة، من غير تلوث، من غير مشاكل، يجب أن ترجع لله سبحانه وتعالى في القص. لذلك سميتها مقصوصة الحقوق لأنها قصت وانتهت. طبعا أي واحد يقول لي والله وين أنت إيش تكلم عن إيش؟ نعم. ما عرفنا في الشريعة ولا شفنا حاجة عن إشارة المرور ولا الشركات كيف تشتغل ولا في مسائل كثيرة، ولا الناس هذول اللي بيأخذوا الأسماك من البحار بالقوافل الكبيرة بالسفن الكبيرة اللي بيقطعوا الأشجار في الغابات، تقول إيش تتكلم على إيش؟ هذا موضوع كتاب قص الحق، يبين كيف إنه الشريعة بحمد الله معجزة في هذه المسألة في الحقوق، وإنه كما أتت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكما هي في القرآن هي مكتملة وتصلح لأيامنا هذه أكثر من الماضين، فهي شريعة معجزة في هذه المسألة. لذلك العنوان قص الحق. نعم. في فصول الكتاب تتحدث في موضوعات متعددة، كل فصل يأخذ موضوعا مختلفا، وهذا كان في محاولة منكم دكتور لوضع رؤية لمواءمة هذه النصوص والشريعة مع واقعنا الحالي. هذا هو المهم كما تفضلتم الآن، نحن في زمن السرعة، زمن التكنولوجيا، زمن التقدم، وكثير من النظم والأنظمة التي وجدت وأوجدها الإنسان في مختلف قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية. كيف تقدمون هذه الرؤية لمواءمة هذه المفاهيم أو مواءمة الشريعة مع واقعنا الحالي؟ طب أول حاجة في مسألة نوضحها، أنت قلت رؤيتك هي. نعم. ما هي رؤيتي؟ نعم. هي الشريعة كيف تطبق، وفي ناس يقولوا أفكار جميلة أكبر، هي كيف تقدمها؟ نعم. أيوة هي، وهذه نقطة مهمة، لأنه في ناس يقولوا الله مفكر وكذا. في الشريعة لما تأتي على المسائل الفقهية ما في حاجة اسمها مفكر. نعم.
في التقنية، في الاختراعات، في مبدع، في مبتكر، في مكتشف. لما نأتي على المسائل الإنسانية ومنها الشريعة، في الإسلام في متبع، فأنا متبع وأنا أطبق ولست مبتكر ولست مفكر. الآن إيش الإشكالية اللي صارت مؤخراً بين الباحثين في سبب تخلف المسلمين؟ إنه الشريعة ما فهمناها كيف تتطبق أيامنا هذه، لأنه ما قدرنا نربط أحكام الشريعة. كيف؟ الآن إذا الواحد ينظر للشريعة يجد أنها نصوص، وإذا ما ربط بينها ما يعرف كيف تشتغل هذه الأيام. هذه النصوص مثل آية الغنائم، الفي، الصدقات، مثل من قتل دون مال فهو شهيد، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، الناس شركاء في ثلاث، منها أيضا بيع الحاضر الباد منعه. هذه النصوص إذا ربطناها مع بعض نعرف بعدين كيف تشتغل. خليني أضرب مثال. الآن في الربا ممنوع شرعا، غير جائز، وفي ربا النسيئة وربا الفضل. ربا الفضل هو إيش؟ الآن أنا أحاول أربط لك عدة نصوص مع بعض حتى نشوف كيف الشريعة تشتغل هذه الأيام. ربا الفضل اللي هي إنه اثنين يتبادلوا سلعة يد بيد، ثمن يعني بنفس الوزن، نفس القيمة في نفس الوقت، اللي هي في التمر والشعير والذهب والفضة. خلينا نمسك الذهب. طيب، ذهب فكر البعض على إنه ما يجوز تبادل ذهب بذهب. ليه؟ لأن ممكن ذهب يكون تبر وأوجدوه الناس من الطبيعة، وذهب مشغول كقرص إذن مثلا أو قطعة دينار مثلا، ما يجوز تفاضل لأنه هذه فيها شغل هذه ما فيها شغل، وزن بوزن، يد بيد، مثل بمثل. الآن نترك هذه على جنب حتى نربطها. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا سوقكم فلا ينقص منه ولا يضربن عليه خراج. يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمدينة المنورة وقال: هذا السوق لكم، ما تبنوا فيه ما حد يأخذ منه ضرائب على الآخرين، واللي يأتي أول في الصباح هو يبسط بضاعته ويبيع ويشتري. تمام، نترك هذه على جنب. في حديث تمنع بيع الحاضر الباد، يعني أنا ما أقدر كرجل أعمال أخرج برا المدينة أستني الناس اللي آتين بالبضاعة. هذا زمن أول، الآن يمكن تسويها الوكالات، أستني الآتين بالبضائع واشتريها منهم برا. لا، لهم الحق يدخلوا جوا السوق، المفروض يدخلوا جوا السوق، هم يشوفوا يقارنوا الأسعار، بعدين يصير في إيش؟ تبادل. هذه مسألة ثالثة. كم صاروا؟ ثلاث ولا أربعة؟ ثلاث مسائل. ثلاث مسائل. الرابعة المشقة في الحصول على الموارد. الآن في ثلاثة أحاديث تشتغل مع بعض، اللي هي: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلام والنار، ولا حماء إلا الله ورسوله. هذه الفقهاء الأوائل، أنا أرجع الفقهاء الأوائل وليس المتأخرين، أمهات الكتب زي المغني، زي يعني ابن قدامة، النووي، ابن حجر، الكساني، ابن عبد البر، هؤلاء أفذاذ، ربطوا هؤلاء هذه الحديث وقالوا: والله إنه استنتجوا إنه من أفعال الرسول من اللي صار في العصور الأولى، إنه الشخص ذو الحق يأخذ الخيرات، المعادن، غاز، نفط، ذهب، حديد، فضة، اشتغلوا جماعة مع بعض كشراء ويأخذوها، هي لهم إذا أخذوها ويبيعوها. طبعا أي واحد الآن يقول: أوه تصير فوضى، هذه هي في كتاب قص الحق، بس الآن أوضح هذه الفكرة اللي هي كيف التربيط. فاللي بيصير أنه الآن إذا الناس لهم أخذ هذه المعادن ونأخذ الذهب مثلا، يذهبوا ويبحثوا عن الذهب، ويمكن بأيديهم زي ما هو سائر في جنوب مصر، في الناس بيشتغلوا بأيديهم، وجاء الدولة قالت لهم: أنتوا حرامية، هذا ملك الدولة، وشعروا بتنيب ضمير، يعني ما يقدروا. لكن لو يعرفوا أنه هذا حقهم يكافحوا، ممكن يقاتلوا. من قتل دون مالي فهو شهيد. فإيش اللي بيصير؟ الشباب العاطلين، ما في عاطلين، يبحثوا عن هذه المعادن ويستخرجوها.
طب احنا مجموعة شباب او انا وجد ذهب تبر الان اربط، اين اذهب؟ للسوق، ما في واحد يستقبلني من الخارج، اذهب للسوق، وسط السوق ماذا افعل؟ استني واحد يجي بادلني ذهب تبر بذهب ايش؟ مسكوك دينار. الان اي واحد يقول مين هذا المجنون الذي يفعل ذلك؟ انا تعبت في دينار واشتغلت عليه، اجي اقابله بايش؟ تكلفة إضافية. نعم تكلفة إضافية راحت مني. هذا يقع ليه؟ لأنه في الشراكة هذا موضوع آخر، الشريك له الحق اللي شركة المضاربة، الأبدان، المفاوضة، العنان، الوجوه، هذه الأنواع من الشركات، وهذا موضوع فصل الشركة فيها، بسرعة الإنسان يقدر يفصل إذا ما ناسب الشخص اللي يشتغل معه، وهذا مهم جدا حتى الناس ينطلق في الحياة. مو أنا جالس شريك مع واحد وما أقدر أفصل منه قضايا ومحاكم وقضايا. نعم. والله أنا ما عجبني شريكي، أو أنا شغال عند موظع عند هذا الصيرفي وتعبان براتب قليل وما نعرف إيش، أبغى أفصل، عند الخبرة أحتاج دينار واحد بس، أذهب للسوق هادخل، أنا خسرت مجهودي بس كسبت إيش؟ سمعة صغيرة. نعم. خرجت من الذل والفقر صرت إنسان عزيز، وروح اشتغل على التبر هذا اللي أخذته تك 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 تك، وبالتدريج المرة الجاية أقول له لا، أنا لا عندي دينارين أقايضك بواحد بالذهب، بالتاني لا أنا أبغى أكسب بالفضة، نقارن نقايض ذهب بفضة، أبغى أكسب شوية شوية، أبدأ أمسك مكان في السوق شوية شوية. كسر احتكار الذهب عند جماعات معينة. هنا في نقطة مهمة، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه نسيت أضيفة من التربيط، ما سك النقود. هو نسي معاذ الله، هو خير أخفاه عننا معاذ الله، لابد في حكمة عميقة حتى لا تقع التعامل بالأموال في أيدي السلطات. عندما ما تكون في أيدي السلطات تكون في أيدي التجار وينطلقوا. الآن اللي بيصير هو الآتي، في الدولة الإسلامية الأولى ما سكوا النقود وكانوا بيستخدموا النقود البيزنطية. كثير يعتقدوا أن الدولة بناء عليها هي اللي في يدها الدولة النقد وتنظم الأمور. في أمريكا في القرن 17 و18 كان الاقتصاد مزدهر لأنه ما كان في بنك مركزي. أول ما صار في بنك مركزي بدأت كل المشاكل المالية تظهر، وهذه موضحة في فصل الوصل. هذا التربيط لأنه ما شفناه، أديتك مثال واحد، مئات الترابطات إلا هي في قص الحق، إنه إذا ما ربطنا هذه الأحكام ما نفهم كيف تشتغل هذه الأيام. بعد كده نقول والله في مشكلة عندنا، الإسلام مو قادر إيجار العصر، إذن إيش نسوي؟ لابد نوجد مخرج. فظهرت الأفكار اللي هي تحاول إيجاد حلول لكيف تطبيق الشريعة هذه الأيام. بس نعم. أذكر لك عدة توجهات. نعم. لعلها بقيت أفكار جزئية، يعني لأن هناك، وهذا هو السؤال التالي دكتور، حول تركيز العلماء المسلمين اليوم والمفكرين وغيرهم والمجتهدين كما تحب أن تسميهم، ركزوا على القيم وتركوا الحركيات التي تسميها الحركيات في الشريعة الإسلامية، وبالتالي لعلهم وقعوا في مسألة تجزئة، يعني أنه تحدثوا في جزئيات وتركوا الكليات كما تقدمها الآن. جزاك الله خير على التذكير، كنت ناسي ذكرتني. ما شاء الله عليك سويت واجبك. قرأت. نعم في فرق بين الحركيات والقيم. نعم. توجه الفقهاء الحالي معظمهم مش كلهم في القيم اللي هي علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان مع الجيران، صلي صوم كيف كذا، علاقة الإنسان بالدولة اللي هي الحركيات اللي هي تصف مقصوصة الحقوق. ليش سميتها مقصوصة؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قصها وانتهت، ما حد يقدر يغيرها. شوف خلي بالك كل شيء يتطور إلا الحقوق ما تقدر تطورها. ليه؟ لأنه فيها ظلم. الحقوق لما تعطي واحد أنت بتأخذ من إيش؟ الآخر. من الآخر. بس أيضا الحقوق تزداد وتكتسب، واحد يحيي أرض هو كسب حق. طيب الآن اللي صار إنه مع الوضع المتأخر لأنه ما شافوا التربيط هذا، اللي صار إنه ظهرت توجهات لتوضيح كيف يمكن نخرج من المأزق اللي احنا فيه، وجميع توجهات جيدة وبنيات صادقة،
لكن مأخذي عليه هو الآتي. الآن تعرف الترمومتر اللي يقيس الحرارة على الإنسان، خلينا نقول قص الحق ترمومتر نقيس فيه هذه التوجهات اللي ظهرت. مثلاً من التوجهات اللي ظهرت المقاصدية، مثلاً مهم جداً المقاصد في الشريعة عشان نفهم الشريعة كيف رائعة، نفهم كيف تشتغل، وهي مهمة جداً في القيم. لكن لما تأتي على الحركيات مشكلة. ليه؟ لأنه الاجتهادات اللي صارت مؤخراً باستخدام المقاصد وسعت من دائرة صلاحيات السلطات على حساب الناس. أوضح مثال على كذا اللي هو نزع الملكية، جواز نزع الملكية للمصلحة العامة. ترى كلمة المصلحة العامة ما كانت موجودة في القرون الأولى، بعدين أتت، وهذا في فصل المكوسة وضحها. طيب اللي صار إيش؟ اللي صار إنه أحياناً واحد مقرب من السلطة ينزعوا ملكيته ويعطوه مبالغ طائلة، وواحد موقعه ممتاز ينزعوا ملكيته ويعطوه مبلغ صغير، زائد في ظلم للناس. طب أنا مرتاح في بيتي، تنزع ملكيتي ليش؟ يقول للمصلحة العامة. خلي أشرح مثال، وهذا المثال يمكن أن المتابعين طفشوا منه، أنا كنت ما لكنه مهم لأنه يلامس الواقع بسرعة. خلينا نقول في شارع ضاق، وقررت البلدية توسع الشارع لمصلحة عامة، إيش اللي بيصير؟ تنزع ملكية هذا الشخص، الشارع يزداد نشاط لأنه في نقطتين وسط المدينة وبر المدينة، والشارع ضيقوه هنا، الناس راحوا جوا. إيش اللي صار؟ وسط المدينة أزداد نشاط، بالتالي أنت إيش بتسوي بعد كده؟ تبغى تزود الاستيعاب لهذه المنطقة لو أزداد نشاط، أدوار عليا تظهر، تحتاج خطوط جديدة للكهرباء للتلفون للموية، خسرتك أكثر. زاد هنا الطبقة هذه اللي هي عندها عقارات وسط المدينة، زادت أسعار أملاكها من غير ما تشتغل ولا تنتج، فصارت متنفذة أكثر. لكن لو ما وسعنا الشارع ما تخسر كل النفقات هذه في البنية التحتية الجديدة، زادت تظهر مناطق جديدة. لأن الفقهاء ما ربطوا المقاصدين في هذه المسألة، لأن التربيط ما هو موجود، ما ربطوها بإحياء الأرض، وأنه إحياء الأرض الآن لا يجوز، والدولة أخذت أموال الفيء، أموال النفط، أموال الفوسفات، وبنت عاصمة، ظهرت هذه المشكلة اللي يتطلب حل إلا هو نزع الملكية. لكن إذا كان من الأساس الناس لهم إحياء الأرض، والناس لهم إحياء المعادن، ويتفرقوا في الكرة الأرضية، ما يجي شارع ضيق. حتى وإن ضاق هذا خير، ليه؟ يا ناس المنطقة هذه خلف هذا الشارع الضيق وصلت إلى أعلى إمكانية لها استيعابية، في الاستيعابية يتم الانتقال إلى منطقة أخرى. بالضبط. هذا الآن إذا قلت لك نستخدم قص الحق ترمومتر، الآن هنا نقدر نكشف إنه هذا الحكم يناقض الشرع باستخدام المقاصد. طيب توجه ثاني اللي هم الناس مثلاً اللي في المعرفة. الآن أحط لك يعني في مش برادايم لكن توجهات. لأن قلت لي أعمل حلقة، جلست كذا كم يوم أشوف التوجهات الموجودة. التوجه اللي يمكن نسميه المعرفي، الأولاني كنا المقاصد، الثاني المعرفي، اللي هو ظهروا باحثين يقولوا والله المعرفة تغيرت والأمور تغيرت، ولازم نفهم حالنا، نفهم المعرفة كيف تتطور وما إلى ذلك، وبدأوا يعطونا خلاصة تجاربهم وهي جيدة في الوصول إلى مجتمعات تطبق المعرفة الحالية. ليه؟ لأن المجتمعات تعقدت. هنا خلي بالك، زمان أول لما أتت الرسالة الحياة كانت صعبة، الواحد ما عنده ثلاجة يحط فيها كل الأكل، يمكن هو يزرع الشعير يصيد كانت الحياة صعبة. صحيح. لكن العلاقات كانت سهلة. الآن الحياة سهلة، ما تركب دابة حتى تصل، بالسيارة تصل مكيفة، لكن العلاقات معقدة. في السابق إنتاج ما هو غزير، الآن إنتاج غزير. مع تطبيق الشريعة اللي بحاول أبينه في قص الحق، نحصل على مجتمعات بعلاقات سهلة، براحة، حياة سهلة، بإنتاج غزير. كيف يكون ذلك دكتور؟ الآن جايك. هل تفضل أن نستمع إلى الإجابة بعد فاصل قصير؟
طيب إذن فاصل قصير نواصل بعده هذه الحلقة من لقاء خاص مع ضيفنا الدكتور جميل أكبر أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة السلطان محمد فاتح الوقفية، فتفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع دكتور جميل أكبر أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية. مرحبا بك دكتور مرة أخرى. الله يخليك. الله كنت تتحدث عن جانب مهم يتعلق بالمقاصدية ثم المعرفة ثم النقطة الثالثة. أخي بس وجدت أوضح المعرفية. نعم. مثلا لأنه المعرفة تطورت وصار في خلط بين الحقوق والمعرفة، إلا صار إنه الناس اللي بيأخذوا بالمعرفة، يعني واحد مثلاً بيقول والله الشريعة أكثرها أحكام فردية، ولأنه ما ربط ويتكلم المعرفة لأنه ما ربط، فقط إذا فكر في إحياء الأرض هذا يقلب علم التخطيط فوق تحت، لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضاً ميتة فهي له. علم التخطيط كله يعتمد على إنه جهة مركزية أو جهات فرعية تخطط للناس، فالقرارات تأتي من فوق لتحت. طيب هنا الآن ما أحيا الأرض، أنا أحيا أرض، طبعاً ما يعني أحيا الأرض أنها فوضى، لا، لذلك قص الحق في الفيديوهات، فيديوهات قص الحق بدأت فيها في البداية. ليه؟ لأنه في حقوق ارتفاق، حقوق مسيل ماء، حقوق جيرة، حقوق استطراق، كل هذه الحقوق لأنه ما شافوها قالوا إذا الناس أحيوا أراضيهم تصير فوضى. لما تضع هذه الحقوق على بعض ما الذي يحدث؟ القرارات التخطية تأتي من تحت في المدينة إلى الأعلى وليس من فوق لتحت، لكن هذا لا يؤدي للفوضى. الآن كل علم التخطيط إذا كان الناس اللي تكلموا في المعرفة مثلا يأخذوا هذا الحديث الإحياء في الاعتبار، علم التخطيط ينقلب. إذا يأخذوا حق الناس للوصول المعادن، علم الاقتصاد كله ينقلب من فوق لتحت. فجميع العلوم هذه اللي هم بيرجعوا لها كلها تنقلب من فوق لتحت. هذا التوجه المعرفي. في التوجه اللي بعده اللي هو سميته التوجه السياسي أو الفلك السياسي. الآن بيقولوا إنه الديمقراطية المنتشرة وإنه البشرية وصلت لها ولازم نأخذ فيها، يعني ما نقدر نعيش من غير الديمقراطية لأنه ما وجدوا حل تاني. الآن الشريعة اللي طبقناها إيش دور الديمقراطية؟ ما هي الديمقراطية؟ الناس ينتخبوا أفراد يصلوا إلى سلطة الحكم، تأخذوا قرارات، يضعوا دساتير، أنظمة، قوانين تطبق على أرض الواقع. بالتالي أنت حكمت من غير الشريعة. إذا تطابق الشريعة تأخذها ليش؟ في أشياء كثيرة ما يمكن شرحها الآن، الواحد يكتشف منها إنه الشريعة تطبيقها لا يحتاج إلى الديمقراطية، لأنه الديمقراطية حكم بالعقل البشري القاصر. فمثلا قالوا من الناس اللي أخذوا بهذا التوجه، قالوا والله إنه الديمقراطية هي أداة وليست بالضرورة وسيلة تغير الأحكام. لا، هي تغير الأحكام. أنت لما تجيب السيارة كآلة، بتجيب مع محطة البنزين، بتجيب مع المواقف، بتجيب مع رخص القيادة، بتجيب مع أشياء كثيرة. نفس الشيء لما تأتي الديمقراطية ما تأتي لوحدها، تأتي بالدساتير، تأتي بالجهات التي تضع أنظمة والقوانين ما إلى ذلك. الآن إيش اللي بيصير؟ قالوا الفقهاء إنه والله إنه في بعد هذا غزوة حوزان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الغانمين ايتوني بعرفائكم، لأن العرفاء يقدروا عندهم معرفة بجماعتهم، تنازلوا عن الغنائم، ما تنازلوا ما نعرف إيش. فقالوا والله هذا مؤشر على إنه العرفاء هم الممثلين في البرلمان مثلا او مجلس الشيوخ، شكل من اشكال الديمقراطية. لا، العرفاء ينقلوا حقوق الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، تنازلوا او ما تنازلوا، هم ما يقرروا. في شيخ انا سامع يقول هؤلاء العرفاء هم الممثلين واللي يمكن يوافقوا على مرتبات الناس على ما الى ذلك. في الشريعة ما في حاجة اسمها مرتبات. ليه؟ لأنه الشريعة تقفل الأبواب التي تأتي بالأموال لبيت المال. الآيات الثلاثة هذه الغنائم صدقات الفي، إذا تقرأها كلها أموال تذهب للناس ما عدا الخمس أو خمس الخمس، مال قليل جدا، وهذا له أيضا مصرفه.
وهذا فصل دولة الناس والأموال يوضح هذه المسألة، إنه بيت المال دائما خاوي. طيب إذا بيت الأموال دائما خاوي، كيف يشتغل الناس عند الدولة؟ ما تحتاج ناس يشتغل الدولة إلا في مسائل محددة وضحها البخاري جزاه الله خير. هذه المسائل التي هي على الدولة القيام بها. من في التوجه هذا في باحث يقول والله يمكن نسوي الدول الإسلامية كدول عقارية، كل دولة لها حدودها وكذا. طيب إذا نستخدم قص الحق كتيروميتر الكشف على هذه المسألة، أنا ما بعلم شيء قص الحق، أنا بقول لك قص الحق نصوص كيف تشتغل الآن. لما تسوي دولة عقارية ولا دولة لها حدود، كيف الناس يروح يجوا بين بعض؟ بجوازات ولا بإيش؟ وطيب هذا الجي فيزا ومعابر وجوازات وده الشعب له جيش دافع عنه وما إلى ذلك، وبعض الحدود قصبت بين شعب واحد يعني في بعض الدول. دكتور حتى ننتقل إلى نقطة مهمة، أنا لم أرغب باستوقافك، لكن هناك نقطة مهمة لعلك في ثنايا حديثك، هي أن العلماء علماء الشريعة لابد أن يكون لديهم رؤية مفهومها الشامل العميق في الاقتصاد وفي العمران وفي التخطيط، يعني ما تفضلت به الآن إذا لم يكن حاضرا عند العلماء من علماء الشريعة، أعتقد أنه سيكون هناك قصور في توضيح هذه المفاهيم، أليس كذلك؟ وكتاب قص الحق بيبين أنه إحنا نطبق الشريعة ويبين لك كيف تظهر الحلول من خلال سيناريوهات، لأنه في مسائل لم تطبق فيها الشريعة. لكن أنت لما تسبق الموضوع مثلا في توجه في الجيوبوليتكس بدا ينتشر انه والله نقدر ندرس الموضوع من حيث جيوبوليتكس، انه والله في مقومات مهمه في الامه عندها مضايق، عندها مركزيه في الكره الارضيه، عندها ايش اسمه ده موارد نفطيه، موارد زراعيه، ما الى ذلك. احنا امه عظيمه، اذا يجب ان نتحد. هذا منظور جيد، لكن ما الذي يفعله هذا؟ كأنه واحد يقول هذا الطريق نبغى نكتشف الطريق في إيه في إيه في إيه أين نذهب؟ يا عم السيارة خربانة، خليها تتحرك أول. الشعوب معطلة ما هي قادرة تتحرك. نعم هذا موضوع مهم، لكن يأتي بعد إيش؟ نفكر كيف نحرك الشعوب. الآن اللي صاير بين هذه التوجهات اللي تحدثت عنها إنه ما بتتحدث عن كيف الشعوب تتحرك. ما يعني الأيام هذه الأيام العشر كل بتكلم عن كل أعمال الخير، نعم كله مهم، لكن لا يعني هذا نغض النظر عن تعريف الناس وتوعيتهم بحقوقهم. أنت يا مسلم لك حق إحياء الأرض، أنت يا مسلم لك حق أخذ المعادن، أنت لك حق الصيد من البحر من غير إذن أحد. وحديث لا ضرر ولا ضرار هذا حديث مهم يؤدي إلى تنمية واستدامة من غير تلويث الأرض، هذا ما تحدث عنه أبداً. للناس القيام بعمل المصانع الشركات المؤسسات من غير إذن الدولة، لأنه أول ما تقول في إذن للدولة في يد عليا يد سفلى. فقص الحق بيبين أنه أحد إشكالياتنا هي أنه بنحاول نضع تصور مستقبلي لكيف يمكن تكون الأمور، بالتالي نستخدم العقل البشري القاصر. طيب أنت أوجدت تصور، إيش الفائدة؟ تبغى تطبقه، كيف تطبقه؟ تحتاج أنظمة قوانين، كيف تشتغل هذه القوانين؟ أما تتصادم مع الشريعة إذن ما يجوز شرعا، أو إنها موجودة في الشريعة، طيب خلاص هي موجودة، أو إنه شيء جديد شيء جديد تحتاج المجتمعات لم تأتي بالشريعة. أنا هنا وهذا غير وارد، أنا أقول لك هذا غير وارد، وهذا اللي حاول أبينه كتاب قص الحق. عظيم جدا. الذي يستمع إليك الآن يشعر أن تطبيق الشريعة ممكن وبسيط، والسؤال الذي يدور على ألسنة الناس هل هذا فعلا أمر ممكن في عالمنا الحالي أن نطبق الشريعة؟ من الذي سيطبق الشريعة؟ الفرد الذي لو فكر بذلك ربما يتعارض مع الأنظمة والقوانين الموجودة، وبالتالي يصبح عرضة للملاحقة والانتهاك وما إلى ذلك. كيف ومن أين نبدأ بتطبيق الشريعة دكتور؟ الحين أنا بعد كل هذا الكلام تقول لي الإنسان يتحرك يتعارض مع الأنظمة والقوانين؟ أنت لازلت تفكر بطريقة رأسمالية. أنا أفكر بالطريقة الموجودة حاليا. هذه المشكلة، من أين تكون البداية؟ نعم إحنا مزروعين في نظام رأسمالي بطريقة صعب نخرج منها، وهذا بحاول أسوي في كل المقابلات هذه، أحاول أخرج الناس من الوضع هذه اللي هم فيه. إحنا الآن نحتاج أنظمة وقوانين، لأنه عايشين في مدن
هذه المدن مكتظة بالسكان. ليه؟ لأنه الأموال ما هي في أيدي الناس. الله سبحانه وتعالى خلق الكرة الأرضية وخلق فيها الخيرات في مواطن مختلفة، هنا في نفط، هنا فوسفات، هنا ألمنيوم، هنا. والآن الناس الحق في أخذ هذه الموارد يذهبوا لهذه الموارد ويستوطنوا حيث هذه الموارد، وهذا موضوع فصل ابن السبيل. بالتالي عندما ينتشر الناس تقل الحاجة إلى الأنظمة والقوانين، لن توجد، لأن الشريعة زي ما بينت صعب أوضحها، صعب 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 صعب، ما تعذرني، اللي يبغى يروح يقرأ واللي يشوف الحلقات. لن تحتاج الأنظمة والقوانين هذه المعاصرة، لأن هذه الأنظمة والقوانين فيها كارثة. هي ماذا؟ إنها بيروقراطية، ومتى ما في بيروقراطية في طبقة مستفيدة من هذه البيروقراطية، ويظهر الاحتكار. وعندما يظهر الاحتكار يظهر ناس مستفيدين وناس خسرانين، وهذا ظلم، وهذا ضد مقصوصة الحقوق. طبعا لن تستوعب. ليه؟ لأنه إحنا عشنا في مجتمعات بعيدة عن الشريعة. هي بدأ الخروج عن الشريعة من العصر الأموي، ترى توريث الملك، والعمل العسكري أيام الأمويين صار وظيفة. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده العمل العسكري بنص الآيات وبأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كان عبادة. الناس يجاهدوا يأخذ الأموال إن غنموا، ولا ما في غنائم. بالتالي تنقطع العلاقة بين القائد والجند، يرجعوا الجند لحياتهم الطبيعية. فالمجتمع المسلم مجتمع يقاتل وينتج في نفس الوقت. الآن مجتمع مقسوم، ناس ينتجوا، ناس فقط يقاتلوا. فساروا هؤلاء المقاتلين أي مادة في أيدي الطغاة لضرب الشعوب حتى تخرج من هذا كله. وأصبحت الجيوش تأخذ موازنات ضخمة جدا على حساب التعليم والصحة وكذا. نعم. فاللي بيصير إنه إذا كان طبقت الشريعة وفيها حقوق كثيرة، يعني الشريعة لا يعني تطبيق الشريعة الناس يفكروا صلاة وصيام وبس، لا، في حقوق كثيرة إلا هي مثل لا تبع ما ليس عندك. هذا أصل كبير يغير أشياء كثيرة في الاقتصاد، مثل منع الربا، مثل المسلمين والشراك في ثلاث، أحاديث كثيرة لكنها قليلة. كيف تشتغل مع بعض؟ شوف مهم ده، هذه الأحاديث والآيات كيف تشتغل مع بعض وتشبك مع بعض وتسوي منظومة، ما شرحتها أبداً ولا في واحدة من اللقاءات بالتفصيل، تسوي منظومة ما تحتاج الأنظمة والقوانين. هذا المنظومة يقوم بها الفرد أم تقوم بها الأنظمة؟ تتراكم. يعني من الذي يقوم بها؟ لحظة تتراكم. تظهر ثلاثة أنواع من الخطط: خطط مكانية، ولائية، اقتصادية. إيش هي الخطط المكانية؟ مع نوع من التوضيح، إذا تشوف مثلاً قرية سكانها عايشين مع بعض ولهم سور في الخارج وكل شيء، ما في أنظمة وقوانين تحكمهم، هم بالأعراف بيدوروا حياتهم في الداخل. ورغم أنه الحياة كانت، شوف خلي بالك من الأشياء اللي لفت نظري، مثلا يسموه القصور في وادي درعا في جنوب المغرب، مثلا مجموعة سكان، وفي الجزائر أيضا في شمال أفريقيا، مجموعة سكان ساكنين مع بعض في قرية مبنية بالطين، والطين مادة تدوب بسرعة مع الأمطار، مع ذلك قدروا ابنه مباني وابنه مباني كويس من غير أنظمة وقوانين. بالأعراف تظهر الأعراف اللي هي تقود المجتمعات هذه، الشريعة تؤدي إلى ظهور هذه الأعراف. الآن هذه خطة عايشين فيها مع بعض من غير أنظمة وقوانين مع بعض. هذا لا يعني أنه الآن نعيش جوا، الآن موجودة نف 13 مثلا، هذه أفروبا، هذه في إسطنبول، في المدن الكبيرة في كومباوندات يسموها. هذه إدارة ذاتية، الناس يقدروا يدوروا أنفسهم. هذا لا يعني أنه ما في معماري ولا مخطط يشتغل، لا، اشتغلوا المعماري والمخطط لهم شغل، لكن تحت مظلة الناس. عندها التنظيم يأخذ خط آخر، مش بشكل سلطوي من الدولة، لا، بشكل تنظيمي تحت سيطرة الناس، وهذه وضحتها في حلقة تانية. هذه الخطط ليش؟ المكانية، مكان الناس ما يعيشوا. الخطط الإنتاجية، وهذه موضح فصل الشركة والفصل الوصل، أنه في خمس أنواع من الشركات: الفقهاء، الأفذاذ، الأوائل، استنبطوها بالقياس اللي هي شركة الوجوه، الإعلان، المضاربة، الأبدان. هذه الأنواع من الشركات تؤدي إلى تفتيت العملية الإنتاجية بحيث أنه ما تكون في أنظمة وقوانين تحكمها، ولا يؤدي إلى التلوث، الناس بين بعض يشتغلوا حتى ينتجوا شيء معين. هذا التكاتف بين الناس اللي يؤدي الإنتاج هذا الشيء المعين، هذه خطط اقتصادية، خطط إنتاجية. في شيء آخر اسمه ما أقدر أوضحه الآن، خطط ولائية. دي الثلاث الخطط
تشتغل مع بعض تحل محل الأنظمة والقوانين اللي هي تضعها السلطات المركزية، ولا يمكن تخترق دائما في الدول المتخلفة. وهي موضوع عشان عيلة القوم أنت ممنوع هم مسموح، طيب فتخترق دائما. وفي الدول اللي هي فيها شفافية عالية فيها ديمقراطية عالية تحتاج محامين شطار يخترقوها، ولا أصحاب رؤوس الأموال عندهم هؤلاء المحامين الشطار اللي اخترقوا الأنظمة. دكتور، حتى نوضح للمستمعين أكثر، ما رأيك أن نقلب المسألة ونسأل السؤال التالي: ماذا يعني عدم تطبيق الشريعة في عالمنا الآن؟ وعدم تطبيق الشريعة منذ عقود ومن بالشكل الذي تفضلتم به في علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة الإنسان بالأنظمة الموجودة وبالحكام، وليس في علاقة الإنسان أو المسلم بربه عز وجل وبعباداته. عدم تطبيق الشريعة ماذا يعني؟ أول شيء يعني تلويث الكرة الأرضية، يعني تأكل أكل غير سليم من السوق لأنه مصنع، لأنه الشركات الكبرى من خلال استخدام العقل البشري القاصر أوجدوا أنظمة وقوانين تؤدي إلى الاحتكار، تؤدي إلى ثرائهم، تؤدي إلى أنهم احتكروا إنتاج الغذائي. بس هذول مش مسلمين دكتور، الذين يصنعون لنا ليسوا مسلمين. إحنا عندنا أيضا نفس الشيء ولكن بطريقة أخرى. طيب نفس الشيء، إحنا يعني شيء مصغر يعني ومشوه من الموجود هناك. طيب طيب يعني خلينا نقول إحنا موجودين، هما موجودين، هما بلوث الكرة الأرضية يؤدي إلى فساد. شوف الشذوذ والإلحاد والمسألة كلها بدأت تنتشر. ليه؟ لأنه في ناس فارغين عندهم أموال ما هم عارفين إيش يسوي، وفي ناس عاطلين تماما، والشريعة تؤدي إلى مقصوصة حقوق لن يؤدي إلى ظهور أي عاطل أبدا. فرص العمل دائما موجودة لأن أبواب التبكين مفتوحة، وهذه ما شرحتها أبدا، في لقاءات أخرى شرحتها. فاللي بيصير إنه في عاطلين، في أثرياء ما هم عارفين يسووا، فاسدين، فظهر الفساد وانتشر. مع تطبيق الشريعة لأنه الكل شغال، لأنه الكل ينتج، لأنه الكل مستمتع باللي يشتغل فيه، تخف هذه الأمراض كلها. يعني إحنا عايشين في مجتمعات شرسة جدا إنسانيا. أنا ما أتكلم عن الرقص والزنا، هذه يمكن العالم الغربي يناقشك فيها، يقول لك والله يا أخي إحنا نبغى نرقص، نبغى نسكر، نبغى، طيب هذه قيمكم، لكن تعالوا نتفق على أشياء مشتركة. أنتوا بتلوثوا الكرة الأرضية، أنتوا بتؤدوا إلى قتل الناس حتى يأخذوا أجزاءهم يزرعوها في ناس آخرين، أنتوا بتؤدوا إلى فتاة غصبا عنها تشتغل في الدعارة. هذه كلها آفات، سبب انتشارها عدم الحكم بما أنزل الله. ومهما يحاولوا ومهما يسووا إنهم يطوروا هذه الأنظمة حتى البشرية تعيش بسعادة لن يستطيعوا. وهذا موضوع 7 آيات آخر سورة سبأ اللي هي قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. هذه الآيات تصف العلماء الحالية بإتقان شديد، وهي موضوع حلقة وحلقتين في قصة الحق. نعم، لكن هل يمكن أن تضيء عليها قليلا دكتور؟ يعني إذا ممكن حتى نفهم ما علاقة هذه الآيات 7 في نهاية سورة سبأ بما تفضلت به. طيب في وقت؟ نعم. طيب هي شوف آية قص الحق بعدها بآيتين، إنه لأنه الله سبحانه وتعالى قص الحق يعلم ما في البر والبحر. طيب وما تسقط مورقة اللي علمها الله علام الغيوب. والشيخ الشنقيطي في كتاب ضوء البيان بيبين مسألة مهمة: لا يحق لكائن من كان أن يضع أنظمة حقوقية أو يحكم أو كذا إلا إذا كان يعلم الغيب. استنبطها هذه، جزا الله خير. جميلة جدا هذه اللفتة. لأنه أنت الآن ما هي الحقوق؟ أنظمة القوانين بساتير. ما هي أنظمة القوانين؟ تقول أنا حتى يقع كذا مستقبلا أنا أعمل كذا، حتى المنطقة هذه نزرعها زراعة جيدة وما إلى ذلك، نريد بناء سد هنا نجمع الماء ونستفيد من الماء. طيب يمكن بعد 50 سنة السد له مضار بيئية وانت ما تعرف. القرار هذا ماذا فعلنا فيه؟ رأينا آثاره بعد 50 سنة. طيب ماذا تقول الآيات سورة 7؟ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. هذا المثال مشهور جدا. الصين قالت ما في واحد يجيب إلا ولد،
طفل واحد 40 سنة بعد ذلك الآن وقعوا في مشكلة كبيرة. اكتشفوا بعدين ويحفزون الناس على الإنجاب، وكل الأنظمة والقوانين تنظر لها ترى آثارها بعد كم 20-30 سنة. الآن أنت لا ترى كل شيء، ترى بعد الإنتاج الزراعي في أمريكا بمساحات كبيرة بأجهزة ومعدات الآن اكتشفوا أوه كنا غلطانين. طيب وفي وثائق على هذا الكلام. الآن قل إن ربي يقذف بالحق، يقذف بالحق، إيش القذف بالحق؟ إلا الحكم، يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الآن الكل يتحدث عن السستينابيليتي، التنمية المستدامة، وما شاء الله عليهم شغالين مؤتمرات ندوات التنمية المستدامة، ما هم عارفين إيش معنى التنمية المستدامة، كل واحد تنمية مستدامة. شوف القرآن كيف لخصها، افتح جوجل واكتب سستينابيليتي ولا يطلع لك مئات آلاف الأبحاث وكل واحد له تعريف مختلف. شوف القرآن إيش قال، وما يبدئ الباطل وما يعيد، يبدئ يعيد، يبدئ الله يعيد. الله أكبر. يعني نبغى الكرة الأرضية اليوم تصير زي أمس وبكرة تصير زي اليوم، زي اليوم وبعد بكرة، يبدئ يعيد. آيات إذا تبغى أكمل لك بس ما هو في وقت، في وقت طبعاً عظيم. نعم صحيح، في وقت لم يبقى وقت مع الأسف الشديد. لكن دكتور في أعتقد 3 دقائق متبقية، يعني نحن بالإمكان في الحقيقة نحن نتحدث عن كثير من القضايا التفصيلية، ولأن الموضوع فيه جدية بالنسبة للمشاهدين. أنا يهمني في النهاية دكتور، حتى هل يمكن، أنا سمعتك في كثير من اللقاءات تقول حتى يمكن للغرب ولأمريكا وللعالم هذا المتقدم بالمعنى المتداول الآن أن يطبق الشريعة ويستفيد منها؟ نعم يعني وهو عالم غير مسلم، كيف يكون ذلك دكتور؟ يعني كم مرة جديدة إذا طبقنا الشريعة ماذا نستفيد؟ يعني مثلا الآن تشوف يجي وزير اقتصاد جديد يرفع الفائدة ينزل الفائدة في قوانين. نعم. قوانين تحكم الاقتصاد، صح؟ صحيح. بغض النظر الناس مسلمين ولا لا. نعم. مثلا لو كانت تقول هذا الاستوديو ملك لنا وإحنا بنأجره لما نحول إلى مطعم نأجره، سواء كنا مسلمين ولا لا، إحنا نبحث عن ربح أعلى. هذه الحركيات ولا تختلف عن القيم. الحركيات اللي هي مخصوصة الحقوق لو أخذها العالم الغربي رح يصل إلى بيئة أنظف مما هي عليه الآن. ليه؟ لأنه لما يفتح باب تمكين للناس والبطالة تنزل عنده جدا، هذا موضوع تاني ما شرحته أبدا أبدا، موضوع طويل، تنزل عنده البطالة جدا، الكل اشتغل، اللي بيصير أنه الثراء يخف عند بعض الناس، الأثرياء دول ما موجودين، السوق لا يستجيب ولا يصبح طبقات بالضبط، ولا يصبح السوق لا يستجيب بصناعة يخوت فاخر مثلا، ولا يستجيب بصناعة ثريات كبيرة لأنه ما في حد يشتريها. فالسوق تغير في منتجاته بين حاجيات كماليات ضروريات بناء على أنه الناس مكنتهم منتجوا. أنا ليش أشتغل ساعات زيادة حتى أشتري ساعة رولكس قيمتها مثلا كذا 100,000، أو أذهب في رحلة في غواصة وتنتهي حياتي أدفع 250,000، لأنه عنده مال زائد. نعم. لكن إلا عنده وكالة سيارات حصرية وهذه ممنوعة شرعا زي ما قلنا شوية، وما بيسوي شيء وبتجيله الأموال، بتجيله الأموال، هذا بالطبع يبني بيت في 100 غرفة 200 شباك، هذا بيستهلك من الكرة الأرضية، بيلوث الكرة الأرضية. نعم. لأنه بيستهلك مواد أكثر. إحنا ما نقول للأثرياء يعني لا تستخدموا أموالكم، لا، بس لا يكون هذا لحساب الاحتكار الذي يؤدي إلى ظلم الآخرين، وهذا موضوع طويل. ما في الإسلام هناك أثرياء كانوا، ولكن كانوا أفراد ولم يكن طبقة. نعم. كما هو حاليا. نعم. دكتور سعدت جدا بلقائكم، الوقت ضاق علينا ووصلنا إلى ختام الحلقة. نسأل الله أن يكتب لنا لقاء آخر لعلنا نناقش بعض القضايا والمحاور الأخرى. شكرا جزيلا دكتور جميل أكبر، أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة محمد الفاتح، سلطان محمد الفاتح الوقفية. شكرا لكم على طيب المتابعة أعزائي المشاهدين، الشكر موصول لفريق العمل، تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور.